من جديد أهلا بكم. أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن إطلاق القمر الصناعي شاهين سات من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي سيوز أو الروسي سيوز 2. ويهدف شاهين سات إلى تقديم صورا فضائية بدقة فائقة تصل إلى 0.9 متر لخدمة أهداف التنمية بالمملكة، كما يعمل على تتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. ويعد شاهين سات من الأقمار الاصطناعية الجديدة التي تتميز بأحجام صغيرة. عمل على تطويره فريق عمل سعودي من مختلف التخصصات الهندسية بالتعاون مع شركاء المدينة. وإضافة إلى القمر الصناعي السعودي، انطلقت أقمار اصطناعية عربية أيضا اليوم لكل من الإمارات وتونس على متن صاروخ سويوز الروسي الذي انطلق اليوم من القاعدة الفضائية في كازاخستان. يهدف القمر الاصطناعي الإماراتي إلى توظيف تكنولوجيا الفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الرصد البيئي على مستوى الدولة. أما القمر الصناعي التونسي تشالنج 1 الذي يعد أول قمر اصطناعي مصنع بالكامل في تونس، فهو يهدف إلى جمع بيانات من أجهزة استشعار وقراءتها في الوقت الحقيقي حتى في مناطق لا تغطيها الشبكة على الأرض.